البطوله، لانه اي فرقه في المجموعات الاخرى مش هتيجي زي النادي الاهلي، مع احترامي ليهم مازيمبي اي حد. اللي يجي لنا اهلا بيه، ليه؟ علشان احنا ابطال طول عمرنا. عمرنا حضرتك بتتكلم عن القادم يعني. عمرنا ما فكرنا بمين اللي جاي، علشان كده انا لا يهمني طالع اول طالع تاني، انا يهمني البطوله دايما. احنا نظرتنا احنا عاملين زي اللي هم بيلعبوا ماراثون دايما، عمرنا ما بصينا ولا ورانا ولا جنبنا، احنا دايما بنبص اللي يجي لنا اهلا بيه، لان احنا ابطال والنادي الاهلي ابطال ولاعيبته ابطال، ومجموعتنا اللي موجوده في الوقت الحالي اللعيبه عندها طموح ان هم يعملوا لنفسهم حاجه، مدرب عنده طموح جديد ماشي كويس في البطولات المحليه، بدا يعرف اسرار ال 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 البطولات الافريقيه، البطولات الافريقيه بدا يشوف ظلم في النجم، الفرقه اتظلمت ظلم باين، بدا يشوف الاجواء مش كره قدم زي اللي رحنا لعبناها مع الهلال، مع احترامي للي حصل، ولكن هو مباراه كره قدم زي ما الكابتن اسلام قال، يعني مباراه عاديه وانتهى الامور، وان شاء الله لعبتنا تبقى بخير. الموقف في الاخر انت وصعدت، اللي جاي اهلا بيه. واحنا طبعا مكملين مع حضراتكم زي ما قلت لكم، كل شويه هفكر حضراتكم بهذا الموضوع، احنا مكملين لغايه ان شاء الله لما نطمن على